عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان. اليوم ان شاء الله في هذه الحلقه بغينا نهضروا شويه على بالنسبه لليميتور، وبحكم انني نشوفوا دابا راني غادي في 80 حيت كنت طالع فواحد الطلعه صعيبه دابا ديال الهبطه. راه زعما قال لك استعمل غير الفران موتور ديالاش الفيتاس، علاش؟ حيت الهبطه شويه حاضره بزاف. هنا الاخوان هنا يشوفوا انتما 93 94، يعني 95 الا كنت مشيت غادي نفوت ل 100. لذلك الاخوان هانتوما، يعني بحكم الثقل اللي راني هاز شوفك تيطلع ما يمكنلكش انت نورمال تمشي ب 90. اذا وقعت الله يستر شي كسيده ولا شي حاجه غادي ويجي الكونترول. اول حاجه شي كونترول الاوراق، ثاني حاجه يشوفك لاكارت ديالك واش درتي شي مخالفه. من فوق 90 بفيتاس واحد يعني بعد واحد المده اللي هي قليله تكون هي 15 سكوند، يعني 15 ثانيه، كتماركي عندك بانك راك فتي السرعه بالصفر، يعني غادي تسجلك في التاكيغراف. ومن بعد الا ما درتيش اوكي ما حبستيش رجعتي 90، غادي من بعد عاوتاني واحد هكاك واحد 15 ثانيه غادي تولي بالاحمر، يعني غادي تسجل عليك في التاكيغراف انك فتي السرعه وتبقى لك مده طويله في التاكيغراف حتى يشدوك الجندرم وغادي يرجعوا للنهار اللي فتي فيه السرعه. انا هنايا بحال في هذه الحاله راني مخالف، يعني شخص ندير ليميتور. ليميتور هنايا عندنا هذا البوطون هذا كيفاش تشوف فيه ليميتور وريغيلاتور فيتاس. بغينا نديرو ريغيلاتور تنديرو بوطونه وحده وندير بلس، بغينا ليميتور تنديرو نبقاو باركين ترسم لنا تما ليميتور وتنديرو زائد، يعني 90 هي صافط يدير الغارونتي سوق راسو. انا محيد رجلي من الاكسيلاتور. هنا الاخوان هذه تنصح بها ان مبتدئين السائقين الجدد، يعني المبتدئين انهم يستعملوا ليميتور هكا باش واخا يكون كسيري ولا مثلا في الهبطه ولا هذا، ما ديما غايدير لو غالونتي سور بوحدو. انتما كما كتشوف انت 89 غادي توصل 90 تدير غالونتي سور بوحدو، شفتو هكا الاخوان. هنا يعني نخليو شويه ديال مسافه الامان بين هذاك، لحقاش ما يمكنليش نضوب لهنايا حيت ممنوع. هنا الاخوان كما كتشوفوا يعني في الهبطه شو تيهبط الراس وتزيد السرعه كما كنشوفوا دابا، يعني شنو خصنا نديرو ليميتور هكا كتكون مهني، يعني ما غاديش يفوت 90. ولا فات الله يستر 90، واخا مثلا الله يستر وقع شي صدام ولا يستر ولا شي حاجه، يعني شنو كيجي واخا تكون انت هو المتضرر. مثلا جي شي واحد موراك وضربك وانت فتي 90 وفاش تفراني ضربك شي واحد اللور، يعني فاش يجيو جوندارم وداك الشيء فاش يقلبوك لاكارت ديالك وتلقاوك فايت 90، واخا تكون انت هو المتضرر تولي انت هو وانت هو الفوتيف، يعني انت هو اللي دير هذا المشكل كله، يعني كيطيح عليك كل شيء، انت كتخلص غرامه والله يستر الله يحفظ تيكون فيها شي حاجه اخرى اكثر. دابا هذا الانسان هذا تيفراني بزاف 85 ومازال كيفراني، معليش ما غاديش نعاندو غادي نخلي شويه ديال المسافه. معليش الا بغيت نحبس الليميتور تندير اوف تيتحيد، دابا نقدر نسوق نورمال. هانتوما كما كتشوفوا الاخوان يعني الليميتور تي مهم جدا، وخلاص ريغيلاتور دو فيتاس ولي ريغيلاتور دو فيتاس اللي هو تيعطينا الحق اننا نكسيريو، يعني تندير مره واحده مرك ندير بلوس ونحيد رجلي من الاكسيلاتور هكا هو غادي بوحدو. هذا نهايه المنع، يعني الاخوان هنا نقدروا دابا ندوبلو ماشي مشكل، لا حيت انه تي غادي معايا في نفس السرعه. غادي نحاول نفراني انا ونخليه يفوت يزيد نكبر مسافه الامان. كما كنعرفوا جميع ان جوج خطوط هي السلامه، وكان خط واحد انا وياه في خط واحد اننا تنكونوا في خطر. دابا اللي كاين الاخوان يعني بحال كما كنشوفوا، يعني ندير ليميتور راني دايرو هكا ليميتور صافي بقى غادي مزيان. كما شفتوا معنا الاخوان يعني فاش نكونوا في الهبطه يعني خصنا نستعملوا ريغيلاتور ليميتور هكا، ما غاديش مع الحموله وداكشي ما تهبطناش الهبطه بزاف، ما يمشيناش نزيدوش السرعه فوق 90 غنكونوا من بعد دايرين مخالفة. هذا بالنسبة ليميتور الإخوان، وبالنسبة للهبطة الإنسان وفي الهبطة الإنسان يحاول ما يبقاش يفراني بزاف، يحاول يستعمل غالونتيسور والفران موتور. يعني شنو هو الفران موتور؟ هو مثلا تبقى تهبط الدرج بحال دابا دير مثلا هاكا، راني هبطت اي ولات 11
مثلا نهبط، فاش نهبط تيبقى يفراني الموتور ديالو، هنا ما راني في غادي في طريق عاديه ما نهبطش. يعني نو ما تستعملوش الفران، يعني الفران ديال المكابح يعني الرجل، باش ما تسخنوش، ما يسخن لكمش لي بلاكيت الفران ديالك ما يسخنش، ومن بعد يقدر الريح تيتسالى من القراعي، من بعد فاش تقلب ما تلقى لا فران لا والو، ما يبغيش يشدو، الله يحفظك. المهم هذا بالنسبه للهبطه كما شفنا اليوم، تبارك الله عليكم، وكنتمنى انكم ان شاء الله الله يوفق الجميع ان شاء الله، ونتمنى فيديوهات يعجبكم، وخليكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.